بالتعاون مع دار أوسلين العالمية للنشر، أعلن احتفال نور الرياض أحد برامج الرياض آرت عن إصدار كتاب نور الرياض ثقافة بصرية جديدة. التفاصيل في هذا التقرير. نور الرياض هو أحد برامج الرياض آرت. الرياض آرت هو الهدف منه تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يحمل بين الأصالة والمعاصرة. واليوم يمكن هذا النتاج لثلاث نسخ لنور الرياض، وإن شاء الله فيه كتب أخرى حتطلع إن شاء الله عن الرياض آرت بشكل عام، مثل طويق للنحت والأعمال الفنية اللي يجري تصنيعها في مدينة الرياض إن شاء الله، وقريبا راح تكون في الميادين وفي محطات المترو وفي أماكن عدة في الحدائق العامة. اليوم قاعدين كمان نحتفل في إصدار أول كتاب مع شراكة مع دار أسولين، وهذا الصراحة يعني شيء جدا كبير بالنسبة لنا. الكتاب يتضمن مجموعة من الفنانين والفنانات العالميين والسعوديين والقيمين الفنيين كمان اللي شاركوا في نور الرياض الثلاث سنوات اللي فاتت، بداية من 2021 22 و23، وجدا فخورين بهذا الموضوع، وإن شاء الله ترقبوا نور الرياض للنسخة الرابعة إن شاء الله آخر نوفمبر 28 نوفمبر لمدة 17 يوم إلى 14 ديسمبر. We are here in London on a very special day. We've been working for many years on this book. This book collects the artworks from the past three editions of Nur Riyadh. This is more than 300 artists working on the festival. We've been like bringing light to the city of Riyadh since 2021, but the teams have been working on the project slightly earlier as well. So we've been working on this since 2019, since the establishment of Riyadh Art. For us, it's great to see today a lot of our curators, partners, artists, and to share this with you, with Rotana, and with the world. And we really hope that this book brings a lot of happiness and joy. Nur Riyadh this year actually opens on the 28th of November, and it closes on the 14th of December, 2024. It's going to be a significant event. It's spread in three main hubs. Which is the Wadi Hanifa, the King Abdullah Historical Center, and the Jax District. And it's going to include 60 artworks from major international artists and Saudi artists, more or less 50-50. نور الرياض الآن نحن على النسخة الرابعة. كل نسخة تختلف قليلا عن النسخة اللي قبلها. نور الرياض دائما يحتضن فنانين سعوديين وفنانين عالميين، فنانين ناشئين وفنانين ذوي خبرة وقديمين في عالم الفن، ونحاول في نور الرياض أن نحدث هذا التبادل الثقافي بين العالم والسعودية، وأيضا لنلامس المجتمع السعودي ونحرك في تساؤلات عن الفن وعن الأفكار اللي يحاولون يوصلونها الفنانين. اليوم سعيدة جداً أنه في إطلاق الكتاب نور الرياض، وأنا أحس أنه توثيق رائع صراحةً للجهود اللي راحت السنين الماضية. أنا كنت في النسخة الأولى من نور الرياض، ولي فخر صراحةً أني أكون واحدة من المشاركين، وإن شاء الله يعني المزيد من تقدمه. بصراحةً يعني كتاب أسولين رائع رائع رائع، يعني شكراً لكم.